أنا عندي محل عليه ديون، فهل تجب الزكاة على المحل؟ تجب الزكاة في المال اللي عندك حال عليه الحول. إذا حال الحول وعندك مال من نقود أو عروض تجارة فإنك تزكيه ولو كان عليك ديون. تزكي ما عندك وما تملكه وما هو ملكك، حتى الديون اللي لك على الناس تزكيها لأنها ملكك. فإذا حال الحول تزكي كل ما تملك من الأموال الزكوية. نعم.